السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع متخصص في البرومت بيديك التكست اللي المفروض تديه للذكاء الاصطناعي عشان يديك أفضل إجابة ممكنة، ودي فرصة كويسة إن أنت تدرب عليها، لأن في وظائف كتيرة بتطلب إن أنت تكون متخصص في البرومت وتقدر إن أنت تطلع أحسن نتائج منه. ممكن تقول له مثلا عايز حاجات في الديزاين، حاجات في الكود، فيبدأ يدربك على الكود، يبدأ يجيب لك أفضل حاجات. تقدر تعمل سيرش تقول له أنا عايز حاجة معينة، فيبدأ يجيب لك الكود اللي لما تديه لشات جي بي تي يديك أفضل نتيجة. لأن أنت ممكن تقول له إيه، أنا عايز معادلة وتسكت، أو عايز معادلة إكسل بتجمع 10 أعداد وتديني المتوسط بتاعهم مثلا. فبالشكل ده بتديله الأفضل سؤال عشان يديك أفضل إجابة. فهو الموقع دوت متخصص إن هو يديك برومت بالشكل دوت، تقدر تعدل فيه وتقدر بعد كده تستنى بقى الإجابة منه. تقدر تقول تيست وتبدأ تكتب البرومت هنا بحيث إن هو يديك الإجابة زي ما أنت عايزها. أو تروح على طول على الشات جي بي تي بعد طبعا ما تخصص أو تعدل في التكست هنا، بحيث إن أنت تاخد أفضل إجابة ممكنة من الشات جي بي تي. فهو الموقع ده متخصص في إن هو بيديك البرومت اللي تقدر تتعامل معاه مع شات جي بي تي. زي ما انت شايف في حاجات خاصة بالماركتنج، حاجات خاصة بالرايتنج برومت، ممكن تقول له مثلا عايز حاجة خاصة بالماني مايند جي بي تي، حاجات خاصة بالكورس. تبدأ تدوس هنا وتبدأ تشوف المثال على التكست، أفضل تكست تكتبه وتعدل فيه بحيث إن هو يديك أفضل نتيجة.